نحن اليوم في جولة مسائية في قلب الشارقة للتعريف بماضي المنطقة وتاريخها من خلال الأسواق الثلاثة الرئيسية. فبدينا الجولة بسوق العرصة، وهو أول سوق في دولة الإمارات العربية المتحدة يزيد عمره على 180 سنة. تجولنا فيه، اكتشفنا المحلات الجديدة بعد عملية الترميم. بعد ذلك زرنا سوق الشناصية واللي تم بناء على نفس الأساسات القديمة اللي كان عليها في خمسينيات القرن الماضي، واكتشفنا المشاريع الصغيرة والمتوسطة اللي متواجدة في السوق، إلى جانب الموقع الأثري اللي يحكي تاريخ المنطقة وتاريخ السوق والأساسات القديمة اللي بني عليها سوق الشناصية. وأخيرا وليس آخرا زرنا سوق صقر، واللي يتميز ببواباته الضخمة واللي بنيت من المرجان، كانت بمثابة بوابات تفتح في الصباح وتختم في المساء بإغلاقها. واكتشفنا المحلات اللي تبيع الأقمشة، العطور والتحف وغيرها المزيد.